السلس البولي عند النساء يعد من أكثر المشاكل الطبية شيوعاً، إذ يصيب شخص من أصل 10 أشخاص، ويؤثر في ثلث النساء بعد بلوغ سن 40، خاصة اللواتي مررن بتجربة الولادة عدة مرات، أو تعرضن لولادات عسرة، أو تجاوزن سن النضج. ما هو تعريف السلس البولي؟ هو تسرب لا إرادي للبول لا يمكن للمريضة أن تتحكم فيه، وقد يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمصابة. هناك 6 أنواع للسلس البولي تختلف باختلاف السبب والأعراض. سلس البول التوتري يحصل بسبب ازدياد الضغط أو التوتر على المثانة، مثل السعال، الضحك الشديد، ورفع أجسام ثقيلة. سلس البول الإلحاحي يحدث فجأة دون سابق انذار ودون أي سبب واضح، إذ يشعر الشخص برغبة عارمة في الذهاب لدورة المياه دون القدرة على التحكم بها. سلس البول الوظيفي يصيب الأشخاص الأكبر سناً، خاصة من يصعب عليهم الحركة للوصول لدورة المياه في الوقت المناسب. سلس البول الفيضي قد تحصل مشاكل تمنع تفريغ المثانة بشكل بحيث تبقى كمية كبيرة من البول فيها، مما يؤدي إلى تسرب كميات صغيرة من البول لاحقاً، ويحدث نتيجة أمراض متعددة مثل المشاكل العصبية لمرض السكري نتيجة تكون حصوات أو أورام الجهاز البولي. سلس البول المؤقت، ويكون تسرب البول مشكلة مؤقتة نتيجة بعض الأدوية أو التهاب المسالك البولية أو إمساك شديد، وبمجرد انتهاء السبب ينتهي تسرب البول ويعود المريض إلى طبيعته.